مشاهدي ومتابعي التلفزيون اليوم السابع، اهلا بيكم في كل مكان. النهارده معاكم في لايف جديد. النهارده من قريه قنبره، بلد كابتن مصر كابتن مجدي قفشه، كابتن النادي الاهلي وكابتن المنتخب. احنا النهارده بنقول لكم دلوقتي اختفاء جميع مراسم الاحتفال بحفل الزفاف اللي اعلن عنها كابتن مجدي. احنا دلوقتي من امام منزله، جميع الكهرباء والفراشه اللي كانت تم تجهيزها على مدار يومين تم ازالتها بالامس، وذلك بسبب اجراءات الاحترازيه. زي ما احنا شايفين كده، احنا بنقول لكم اهوت من امام منزل كابتن مجدي. جميع الفراشة والكهرباء تم واحد